إلينا فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا بك فرح. طبعا بداية نتحدث عن تأثير الانتخابات الأوروبية وما هي انعكاساتها على الأسواق وكذلك على تحركات اليورو. هلا نحن كنا متوقعين فوز كمان لليمين نوعا ما في كل منطقة اليوروزون، ولكن جاءت كمان الأرقام في فرنسا أعلى شوي من التوقعات. عم نحكي عن فوز تقريبا بنسبة 32%، فهيدا شوي عم يعطي صورة بتخوف للأسواق، خصوصا أنه نحن عم نرجع نعمل انتخابات مبكرة نوعا ما، فالصورة على المدى المتوسط والقصير شوي خوفت الأسواق. مش هيك عم نشوف تراجعات حتى مش بس في الأسهم الأوروبية والمؤشرات الفرنسية، ولكن في منطقة اليوروزون كلها. هلا الصورة التاريخية عادة وقت نكون عم نشوف توجه اليمين إلى السلطة، عادة ما هيدا الشيء بيدعم الأسهم أكثر من ما نكون عم نشوف توجه لليسار اللي بيكون عم يدعم أكثر يمكن تاكس أقل للفئات المتوسطة نوعا ما، تاكس أعلى على الشركات اللي كمان بيكون عم بيحد من أرباح الأسهم. ولكن بسبب هيدي يمكن الأرقام الأعلى من التوقعات، بسبب توجه إلى انتخابات مبكرة، كلها عم تعطي نوع من يعني عدم وضوح الرؤية، وما في شيء بيخوف السوق لازم نعرف أكثر من عدم وضوح الرؤية، فالتراجعات منطقية جدا نكون عم نشوفها في اليوروزون. طب نتكلم عن اجتماع طبعا الاحتياطية الفدرالية، توقعاتك لاجتماع السياسة النقدية خاصة بعد أخبار التوظيف التي ظهرت، ونتحدث بشكل يعني خاص عن متوسط الأجور التي شكلت صدمة لجيروم باول. يعني رح تكون أكثر ما منتصور في أي تغيير رح يكون طبعا بالاجتماع المقبل، ولكن منلاحظ من قبل البيانات اللي كانت عم تصدر يوم الجمعة كان في عنا توقعات تقريبا بحدود 70% رح يكون في تقليص للفائدة في شهر سبتمبر، مع هالسيريز أو سلسلة من البيانات السلبية نوعا ما اللي كانت عم تصدر في الأسواق الأمريكية. ولكن جانا شفنا في عنا قطاع الخدمات نوعا ما رجع ارتفع، عم نرجع نشوف هل يمكن بيانات القطاع العمل كانت شوي متناقضه، يعني احنا في عنا صح الانبلويمنت البطاله ارتفعت ل 4% وهو هدف الفدرالي، ولكن من ناحيه ثانيه عنا نمو الاجور مرتفع جدا، ما بيعني بالضروره ارتفاع عوده الضغوط التضخميه، ولكن برجع بيطرح هذا السؤال. ورجعنا شفنا تراجع الى مستويات 55% لتوقعات تقليص الفائده في شهر سبتمبر، فطبعا هذا الشيء ما بتصور رح يكون في عنا صوره مباشره من جيروم باور، رح يعمل فولاتيليتي عاليه في الاسواق بتصريحاته، ولكن قد يؤدي الى هنتس الى نوع من الاشارات ما قد تكون السياسه. طبعا نحن هلا بانتظار بيانات التضخم من الولايات المتحده، رح يكون في عندها كمان دور اساسي لتوقعات الاسواق في اسعار الفائده. نرى توقعات اقل لي يمكن تقليص الأسعار، ولكن مش بالضرورة هالبيانات هي الصورة الواضحة، ننتظر بيانات إضافية مش بس بسبب التضخم ولكن كمان في قطاع الاستهلاك الأهم أظن للفدرالي. طيب خفض المركزي الأوروبي وكذلك المركزي الكندي للفائدة مؤخرا، ألن يفتح المجال ويجعلنا أيضا نتوقع أن يكون هناك إمكانية لخفض الفائدة في المستقبل أو في سبتمبر كما ذكرت؟ وهيدي أول مرة منشوف يعني بشكل واضح عم بيقولوا نحن ما رح نكون عم نتبع الفدرالي سياسات، ونحن اقتصادنا واساسياته مختلفه، ورح يكون عم يتوجه لتقليص اسعار الفائده، وصار في عنا انشقاق في هيدا يمكن اللغه ما بين البنوك المركزيه في دول اللي عاده بتكون مرتبطه كمان سياستهم ببعضها والولايات المتحده. طبعا عم نشوف موجه تتوجه اكثر واكثر الى تقليص اسعار الفائده، ولكن كمان تون داون، رجعوا كمان مثلا في المركز الاوروبي عدلوا شوي من اللهجة، قالوا قد لا نرى تقليصات كبيرة في هذا العام في أسعار الفائدة، فكان عنا نوع من التوازن إلى أن جاءت البيانات اللي قوت الدولار بصورة عامة صح، ولكن لا نزال نرى قوة للدولار الأمريكي في وجه العملات الأخرى بسبب البيانات اللي عم تصدر بالوقت الحالي. توقعاتنا بأنه الفدرالي عنده القدرة يكون مستمر بسياسة متشددة أكثر من البنوك المركزية الأخرى، مش هيك عم نشوف دولار أقوى عم بيأثر على السلع على الذهب عم يتراجعوا نوعا ما بسبب التوقعات. طب في ظل ارتفاع الدولار هل سيعود للسيطرة، وتوقعاتك أيضا لمستقبل تحركات الذهب؟ بالوقت الحالي نحن ما عم نحكي عن البيانات التي قد تصدر، بالتوقعات الحاليه مثلا بالسي بي اي اللي نحن متوقعينه نهار تقريبا يكون الاربعه بمستوى 3.4% قريب جدا من الشهر الماضي، اذا جاءت البيانات مثل التوقعات نعم ارى استمراريه لقوه الدولار الامريكي. اولا بسبب
الضغوط أو قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة اللي بيسمح له يكون عم يستمر بسياسة متشددة أكثر، ومن ناحية أخرى توجه البنوك المركزية مثل ما كنا عم نحكي لتقليص أسعار الفائدة عندها، فهالشي بيعطي دعم أكثر للدولار في وجه العملات الأخرى في حال استمرت سلسلة البيانات الحالية نوعاً ما، يعني هالميكست أو إلى قريبة للقوة. طيب فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي، شكراً جزيلاً. شكراً لك. شكراً.